الله نشاطركم وما شاطركش يا زيد. نقول باللي سي فري المدربين المحليين نجحوا خاصه تمام في الانديه. كي تشوف انت شعباني في ترجي تونسي، بيتوماني في الاهلي المصري، الاهلي جنوب افريقيا، مدرب الوداد، المدرب التونسي بنزرتي. نجحوا كذلك، ولكن انا نقول بلي كان مدربين محليين حكموا منتخبات وفرق ما نجحوش لانه ما عندهمش الكفاءه ولا الشهادات اللي تسمح لهم باش يمسكوا الفريق. انا نظن كما كان يقول يوسف انه الاهم هو الكفاءه، هي الشهاده، وهو ثاني لو ستاف واش الخيار تاعك. لانه شوف السي جمال بالماضي كفاءه كبيره، ولكن ستاف اللي مع سيرجيو رومانو والناس اللي معاه كفاءه كذلك. لازم تعرف كيفاش دير هذاك التوليفه تاع لو ستاف اللي يحمد القيمه للمنتخب وللفريق.